ماسك يعلن الانتقال النهائي من تويتر إلى إكس، والآن أصبح الرابط x.com وليس twitter.com. لتفهموا قصدنا اكتبوا الرابط twitter.com، سيحولكم تلقائياً إلى x.com. في السابق كان العكس، حين نكتب أي من الرابطين سيحولنا لtwitter.com. على الصفحة الرئيسية للمنصة مكتوب الآن: نخبرك بأننا نغير عنوان URL الخاص بنا، ولكن إعدادات الخصوصية وحماية البيانات الخاصة بك تظل كما هي. أما سبب تأخر هذه الخطوة لعامين بعد استحواذ الملياردير الأمريكي على المنصة في 2022، فيعود لسببين. الأول أن المستخدمين الجدد بحاجة لمزيد من الوقت ليعرفوا أنها أصبحت إكس وليس تويتر، كما أن المستخدمين اعتادوا سنوات طويلة أن يكتبوا twitter.com. ثانياً، أن تغيير تويتر لإكس في قواعد البيانات وأكواد البرمجة يتطلب وقتاً وجهداً كبيرين.